هلا يا هلا، يسعد اوقاتكم وربي يحفظكم. اللي ما اشترك بالقناة اشترك بقناتنا وفعل زر الجرس، ويا ريت لايك من ايديك الحلوة وشير للغير. شفت شلون سهلة؟ اليوم راح اخذكم الى مكان اسمه شوبرز. شنو هذا شوبرز؟ خلي ندخل جوا وما اطول عليكم. Let's go guys. حبايب قلبي، هسه احنا دخلنا للشوبرز. الشوبرز هو صيدلية فارماسي. الموجود هسه هنا هاي الأدوية اللي تشوفوها اللي هي ما بيها سايد افكت، يعني اللي ما بيها أعراض جانبية، قطرة عين، قطرة إذن، للإذن للعين. عندنا مثلا هاي للمعدة، تقدر تاخذها منها أنا تشتريها بدون ما تاخذ وصفة طبيب. لكن الشغلات اللي بيها انتيبايتك وبيها شلون يعني مسكنات قوية، هنا اكو حتى مسكنات عادية يعني بالآلام، من عندكم معدة لا سامح الله، أي واحد عنده معدة، اللي عنده مثلا مفاصل، شغلات هاي موجودة هنا تنباع عادي. بس الشغلات اللي بيها انتبايتك وبيها نسبة مهدئ عالي ألا تأخذها وصفة طبيب. وهاي لزقات الظهر تشوفوها، والأسعار قدامكم، نبات يسوون عليها تخفيضات. شوف هاي الجروح، لاصق جروح، هاي الأمور كلها موجودة هنا تقدر تشتروها. أكو حتى شغلات مطهرات وهاي الأمور همين من هنا نقدر ناخذها. هذا أجلكم الله للأحذية حتى تكون مريحة أكثر، تاخذوها تخلوها بالأحذاء. اللي يوقف هواية، اللي يمشي هواية، ياخذ هذا المساعد، هذا يساعد يكون طري. هاي شغلات للظهر للرجل، هاي هنا تقدر أي واحد يقدر يشتريها، لأن هنا هاي شيء طبيعي يقول لك ما تأثر. بس الشغلات اللي قلت لكم اللي بيها مهدئات وبيها انتيبايتيك لازم وصفة طبيب الصيدلية. أي شيء تحتاجون، وأنا إذا عندكم أنتوا الوصفة اللي هي بريسكريبشن تروحون جوا على الصيدلي، هو راح ينطيكم المكتوب براتشيته وبوصفة الطبيب اللي كاتبها لكم. هاي كلها للظهر، شغلات تقدرون او نقدر احنا نشتريها الكل من هذا، يعني بدون ما تاخذون وصفة. خلنا نروح الى غير، شوف شنو هنا موجود. هنا شوفوا شغلة، الصيدلية عندنا هنا بكندا بيها كثير شغلات، منظفات، اكل، كل شيء موجود بيها، حتى اكل للحيوانات البيتية اللي هي القطط والكلاب هم موجود. بكندا عندنا الصيدليات الكبار اللي هي الشوبرز وتجي ريكسون، بيها شغلات كثيرة، أقسام كثيرة. هو صح الصيدلية هاي، الصيدلية جوا هاي اللي تشوفوها هنا، أنا راح أشرح لكم تفاصيل. وبيها أقسام اللي مثلا البروتين إذا تريدون، هاي تقدرون تشتروها من هنا بدون ما أنتوا تروحون على الصيدلي. بس الشغلات قلت لكم اللي تحتاجوها من أدوية مكتوبة بالراتشيتا اللي هي الوصفة أو البريسكريبشن إلا من الصيدلي هنا، تروحون صيدلي موجود هو راح يعطيكم الدواء اللي أنتم تحتاجوه أو اللي نشوف مكتوب الكاتب لكم. هنا عندنا كل الفيتامينات اللي احنا نحتاجها من اللي تشتريها هنا بدون وصفة طبيب. أكثر الفيتامينات اللي نحتاجها احنا اللي هو B12، هذا ضروري جدا. عندنا الدي 3 يوميا تاخذون حباية. انا مو طبيب بس لان واحد ما يطلع على الشمس كثير، ولا الشمس الجو مثل الدول العربية يكون مشمس، وملتي فيتامين ضروري جدا. هاي كل هالفيتامينات موجودة هنا، هذا قسم الفيتامينات، الكالسيوم، المغنيسيوم، البي
12 والبي 6 وكثير شغلات موجودة. وهاي أسعارها، وهاي عسل كان ب 18 صار ب 13. شوفوا كاتب لكم ياكل. هاي قسم البي تايم. حبايب قلبي الشوبرز بأقسام كثيرة للطفل للتجميل كثير. هسه راح اروح على قسم قسم. هسه احنا بقسم الطفل الاطفال. هنا أنا هاي الحليب اسعاره $40، هذا $40 العلبه، واكو هذا $20 وب $18، هذا $18 هذا $20. اكو هذا جاهز يجي المخلوط كامل سعره $60 اللي هو هذا سعره ب 22 $22. هذا سعره 22. هذا حليب مخلوط كامل، بس تفتحون الغطاء مالته وتخلوه بالرضاعات الطفل. هاي الرضاعة اللي تشتغلها $19 بيها ثلاثة $20 ثلاثة بيها. فهذا سعره شقد؟ 8 علب، يعني 8 مرات يشرب بيها الطفل، كل مرة كل واحدة مرة واحدة، سعرها $22. هاي الشغلات كلها للأطفال. هاي شيء شرح سريع. هاي إذا كبر الطفل نخلون بيه لان العصير المي الشغلات اللي الملاعق. وأسعارها هاي قدامكم تشوفوها، ما أريد أطول. هاي همين للأطفال، نشاط كذا شغلات أكل للطفل سعره من يكبر إن شاء الله. اللي ما عنده طفل الله يرزقه، واللي ما يتزوج الله يزوجه إن شاء الله تتزوجون وتأخذون اللي تريدون. قولوا إيه وجربوا. ها عندنا هذا أكل همين للطفل لما شوية يقدر يأكل. أسعارهم $1.5 تقدرون تأخذون مكتوب أو تشتري 4 قطع، 4 قطع ب$5. هذا شوية مناسب تقريبا. هاي تخلطوها ويا الحليب سيريلاك، هاي الشغلات كلها موجودة. نجي هنا على المقابيلة حتى نفهم شنو الموضوع. هنا الدايبرز الحفاضات، الحفاضات هنا شقد أسعارهم؟ أسعارها 39 34 أشكال، وأكو 38 أكو 40 حسب كم قطعة بيها وشنو نوعيتها. هذا $35. شغلات الطفل غالية اللي موجودة هنا، يعني مو شوية وإنما غالية. هاي الشامبوهات اللي موجودة للأطفال، البادي واش، المرطبات، البودرة، كل شيء يخص الطفل. هذا الزنك حتى يحافظ على جلد الطفل أسعارها $10، 9 دولارات، 10 15، يعني هذا كل ما يخص الطفل. هذا القسم للنساء للبنوتات الحلوات، يعني الشعر والعناية بالشعر والإكسسوارات والشامبوهات. هاي الأسعار موجودة قدامكم تشوفون. هذا مشطين $5. أيضا هنا الكواليتي يعني أقول يعني جود، الماركة مالتها يعني الماركة مالتهم الشغلات اللي يجيبوها ممتازة. هاي الشامبوهات اللي هنا أي واحد $5. هذا السيل عالي صار والله كلش زين، يعني تخفيض كلش حلو قوي من $9 إلى $5. حلو هيكون ما يخص الشامبوهات. إذا كانت للشعر أو للجسم اللي هو بادي واش وغيرها، ف
فهذا الشوبرز. الشوبرز همين بي شغلة أخرى هسه راح أشوفكم إياها، أبقوا إياها لآخر الفيديو حتى أشوفكم شكو بي هذا المكان اللي هي الصيدلية هنا الصبغ. هاي خليكم هنا اللون مالته كم كافشي، هاي أجرها هيج، هاي الألوان يا لون تريدون تصبغون، هذا الصبغ مالته، هاي الصبغ أصباغ ما شاء الله كلها موجودة. السعر كله على 8 دولارات، الجوة على 15 دولار. احنا كل المكيفات للشعر والشامبوات. نجي على قسم المقابلة اللي هو الأصبغ، أصبغ الشعر. هذا الصبغ كله 11 12 13، اكو اشكال حسب الماركة. اكو شوفوا هذا ب 15 دولار، هذا ب 15 دولار. ليش تشوفون انتم خنقتني الكمامة، ان شاء الله يا رب نخلص من عندها. مع العلم لقحنا 3 مرات وبعدنا لحد الان ما خلصانين من عندها. هذا هم كل العناية بالشعر، كل ما يخص الشعر هنا. إذا كانت من زيوت، من صبغ، هذا اللي عنده فراغات بشعره يرش من هذا التوبك، يصير مثل التوبك، يصير مثل الباودر حتى يغطي الفراغات. 31 دولار العلبة. هاي هنا كل ما يخص الشعر. بعد اكو هاي كل البنات كيف هنا راح يفرحن. بس انتو شوفوا عند اخذكم فرة بس جولة حتى اتعمل فائدة للكل. اكو قسم التجميل والعطور وهاي بعد ما رايح، خليه بالاخر حتى تبقون وياي واشوفكم شكو موجود هنا. هذا حمين قسم العناية بالشعر هذا المكان. بس هذا الرفوف هاي كم رف كله للشعر، زيوت غيرها، أصباغ رجالي ونسائي. هاي الأسنان، هذا كله قسم الأسنان، خيوط الأسنان، فرش الأسنان. والأسعار أكو أشكال، أكو بخمس دولارات أربعة، من شوفوا من 3 دولارات أو من 4 دولارات إلى فرشة الأسنان العادية 15 دولار أكو. بس هاي شو أسعارها؟ هاي 11 دولار أشكال. هنا نجي على اللي كهربائية تكون 4 و25، وأكو اللي سعرها ب 300، هاي قلنا سعرها ب 300 دولار. أكو هاي اللي هاي مي بالماء تغسل الأسنان، تنظيف الأسنان بين الأسنان بالماء، سعرها 74، أكو 95 أشكال، كل شيء أكو. معجون الأسنان هذا موجود قدامكم، تشوفوا أشكال من دولارين وأنت صاعد، ب7 دولارات أكو أشكال. هذا الواش ماوث همين أكو حسب الحجم والنوعية، أكو ب6 دولارات وأكو مكان أرخص منه، نقول إيه ونجرحط. بس أنا حتى أشوفكم أكو مكان أرخص منه، هذا 5.5 دولار. خلصنا من هذا القسم، خلينا نروح على هذا القسم المقابل. هاي هنا القسم الرجالي اللي هو ميديا بعد الحلاقة، مرطب يعني موجود. شوفوا بالبرد، هذا البرد
بس اشوفكم. يعني اكون اسألها عادي، هاي كل هذه الحلاقة، اكو هاي كهربائية وشحن وغيرها، $100 $50 $20 اشكال. هاي ايضا صبغ للشعر وللحية، اللي حابب يصبغ هذا بال هذا مال شيء كريم يعني تخلوه. هنا كواليتي، هاي كواليتي موجود عندهم حلو. هاي هنا همين شوفوا، هنا شفرات الحلاقة، اشكال موجودة واسعارها من خلي اقول لكم الاسعار منين، من $5 للشفرات العادية يعني لحد $50 لين تجي بيها اكثر من شفرات. هاي معطرات الجسم موجودة هنا، هاي اسعارها تشوفوها كلها. راح تبدي اقول لكم من وين لوين، هاي المعطرات العادية من $3 او $4 لحد $8. هسه احنا خلصنا من هذا، بدنا ها عندنا شسوار وغيرها، وهذا الهوت هوت اير براش اللي هو فرشة الشعر اللي بيصير حارة وبيها هواء، هواء حار. هكونها اسعارهم $80 $35 اشكال. وش السوار اللي بس شو السوار ايش قد سعره؟ 100. هاي اسعارها. خلي اروح اغير قسم، هذا قسم الكارتات. صح احنا بصيدلية بس كل شي بيه، كارتات شغلات للعناية بالشعر للاطفال حليب كل شي موجود، بس هنا الاسعار غالية، احنا نقدر ناخذها من غير مكان. خلي نشيك والله الاسعار، تعالوا وياي نشوف. مثلا ناخذ اي كارت نوع على التعيين اللي هو مثلا، خلينا ناخذ هذا. هذا هذا جدا طبيعي وعادي، خلينا نشوف شلون نشيكه. اكو كل مكان يخليكم به هذا المكان سكان، راح نروح على هذا الباركود اللي هو هذا، نشوف ايش قد سعرها. والله شوف سعرها الوحدة $5 $4.99. هذا اقدر اخذه انا واحلى من عنده من الدولارامة $1.20. فمن اقول لكم انا ما اخذ يعني الاشياء من مكان واحد، حتى تفهموني بس بهاي النقطة. انا قلت لكم هذا شيء حتى احنا نتعلم من بعض، نقول ايه ونجرب. هاي هنا قسم المعطرات، معطرات الجو والسيارات منظفات. ان هذا الفيم ايش قد سعره؟ سعره هذا كلش حلو ينظف، سعره $6. بغير مكان اخذه $5 تقريبا، $5 او $4.50 يعني. لناخذ كل اشياءنا من مكان واحد قولا واحدا، بدي احكي لكم هاي السعاده لقلوبكم. هاي الشغلات احنا حتى نتعلم من بعض، لا كل شيء ناخذه من مكان واحد. كاس الجاربيج تمامه، الزباله هاي سعرها $2.50، اخذها من غير مكان بارخص ونفس النوعيه. هاي هنا اللوندري للغسيل الملابس، الاواعي، الهدوم، اسعارها هاي كلها قدامكم. همين اخذها من غير مكان بسعر ارخص. أنا أجي هنا مو كل شيء أخذ من هذا المكان. وهذا كله قسم الحلويات والتوفي والشوكليت. نشوفوا هنا كل التوفي موجود، أخذها من غير مكان صدقوني أرخص. هسا هذا إيش قد سعره؟ سعره $3.50، الدولار هم نفسه بدولارين. أنا لما أجي أصور لكم حتى أفهمكم، مو إلا تجي تشترون من هذا المكان، أنا دا أخذكم جولات فقط.
بس مو كل شيء موجود هنا أنا معناها موجود بدولارها، ما لا، اكو شغلات تختلف، اكو بضاعة تختلف، شغلات تختلف، كثير شغلات ما موجودة، والعكس ايضا بدولارها ما موجودة هنا أنا. وهكذا حبايب قلبي، هسا احنا شو نسوي؟ نقول ايه ونشخط. خلنا نشوف شكو هنا أنا. شوف هسا هذا كله هنا الشيبس بوتيتو وغيرها، هاي ماكو داعي احنا نشوفها، هاي هذا انا اقدر استغني عنه من غير ما كان اخذه وباسعار ارخص. اكو الشوبرز يفتح 24 hours مو كلهن، بعض من عندهم. هاي هنا الثلاجات اللي موجودة بيها المشروبات الغازية، الاجبان، الحليب، بس غالي هنا أنا اسعار غالي، اكو اسعار يعني اقدر اخذ من هنا ومن غير مكان. هنا اللحوم، الباستا، المكرونه وغيرها، والكيك والتشيز كيك والايس كريم، اكو يفتحون 24 hours. هاي المشروبات غازيه، شوف اسعار قد هنا أنا غالي، لا غالي، أنا أخذها من غير مكان نص السعر. كل هالمشروبات اللي هي العصائر، هاي هنا شنو بعد عندنا؟ قلنا هاي الصيدلية، شرحت لكم عن الصيدلية. خلينا نروح على قسم هاي هنا الشيبس ليز، هاي ماكو داعي، هاي هنا المربيات، مربيات الشوكليت، كل شيء موجود هنا أنا. يعني عندنا زبد، مايونيز، كاتشب، صوص، برشي، المعلبات، روح هنا، اطلع اروح على غير مكان. هاي شغلات اللي احنا شايفيها ونعرفها، وقت تكون فرات وبعد راح اخذكم الى مكان كله مواد غذائية درجة أولى وأسعار مناسبة نوعا ما. هاي هنا يخلون همين فواكه، الموز، التفاح، البصل، زنجبيل، ثوم، خيار، كيك، هاي قلنا ماكو موجود، معجنات، معلبات، كل شيء موجود. أنا ما أريد أوقفكم، هاي اسمها جولة سريعة. هاي شغلات أنا ما دا أصوركم إياها عن قرب وعن كثب لما تحتاجوها، بس دا أشوفكم شكو موجود بشوبرز. حبايبي قلبي، هسا إحنا جينا إلى قسم التجميل أو قسم الميك اب اللي من عندها صبغ الأظافر، والأسعار $8، مسوين تخفيض من 12.5 إلى $8، القطعة الوحدة على $8. اكو هاي القطعة $14-$15، اكو هاي بتسعة، بس حتى الواحد يكون ينتبه قبل ما، هاي ب14. هاي الالوان اللي موجودة، هاي هنا يقدرون يجربون، هاي شغلات تخص صبغ الاظافر، كلها صبغ الاظافر. هنا أنا شنو عندنا؟ هاي هم صبغ الأظافر، اكو هذا الاسيتون اللي يشيل الصبغ، وهذا الأظافر الاصطناعية،
في البلاستيك والصمغ مالتها، وسعرها 14 دولار حسب النوعية مالتها. طبعا اكو احسن من الشوبرز اللي هو السيفورا، وراح اخذكم على السيفورا حتى تعم الفائدة. هنا انا هاي الاظافر كلها حتى يكون خف، ما توصل المقراضة، هاي توصل للأظفر احسن يعني تكون اسهل. شوف سعرها شقد، هاي سعرها 21 دولار، وهاي سعرها 25 دولار تكون بيها شنو، مقراضة ونظف ومبرد، يعني 25 دولار. اكو شغلات اقدر استغني عنها ترى من غير ما كان اخذها. هاي القطع السفنج والقطن لتنظيف الأظفر، يعني شغلات البنوتات يحبوها. أسعارها هاي كلها 8 و9 و10، وأقدر أخذها من غير مكان بسعر أخص. هاي أيضا شامبوهات وغيرها والبادي واش والصاب، صابون العادي. هنا عندنا للجسم ليفة، واكو شنو بعد، هاي همين نوعية وهاي نوعية. شوف هسه هاي ايش قد سعرها، شوف سعرها 12 دولار. اكو واحدة تشبهها تقريبا، تشبهها سعرها بثلاث دولارات بدولارها. اخ اخ الكمامة، حتى صوتي تغير من ورا الكمامة. هاي للجسم كلها، للجسم معطرات وغسول وزيوت، كل هذا يخص الجسم. حتى اشوفكم كل شيء. طيب هنا عندنا جواريب، جوارب سعرها 6 و7 و8 و9، وهي بها 2 أو يعني زوجين او 3، ما تسوى 10 دولارات. اخذها من وول مارت بارخص، نقول اي ونجل خط. هاي النسائية 13 دولار، كلهم شوفوا انتو الاسعار. هاي البنات انا حتى ارضي الكل، انا همين الكحلة والحمرة والاساس وخاف العيوب، واكو شي اسمه يمكن ماسكارا، واكو شي اسمه ريميل، يمكن ما اعرف، يمكن اكو شي هذا اني شوفوا. خلي اجي عندها واشوفكم الاسعار. طبعا هذا ارخص من سيفورا، لان سيفورا كلش غالي. راح اخذكم معي ونشوفه. هاي كلها للجسم، معطرات والغسول وغيرها. هاي يعني شفناها احنا. خلي نروح على شيء، ايوه هاي على فرش، فرشة الوجه، فرشاية الوجه، حلو والله ملمسها حلو. نعم هاي بس هاي سعرها ايش قاعد تشوف، هاي 50 دولار، هاي سعرها 48 35 36، هاي الاسعار. هاي أسعار هذا اللي موجود هنا. هنا عندنا هاي باودر للوجه، هذا للتجربة، يعني تأخذون هيجي تسووا هيجي. تدرون إيش قد أحب عطر الميكاب، عطر الميكاب يجنن. هاي الأشكال، هاي ما أعرف شنو، بس اشوف لكم اياها. هاي حمر، هاي الحمرة
هذا الباودر كل الأشكال اللي موجودة هنا أنا. بعد شنو هذا يمكن الأساس وغيرها ما أعرف يمكن خاف العيوب وكذا وهاي السوالف. هاي هنا أنا كلها للتجربة تفتحوها تجربوها اللي يعجبكم شنو هاي تاخذون هيجي بيديكم ها هيجي تفركوه على الايد حتى تشوفون الشكل او اللون مو الشكل. هاي الالوان كلها الاسعار ما ادري والله هاي ايش قد بس هذا شنو هذا 24 دولار هاي الحمر شوف هذا التجربة هذا الألوان وهذا طلع واحد يجي تجربه هاي أقلام الكحلة أمين أكو تجربون اللي تريدون تأخذون على نفس القسم بس اللي بظهره نفس السكشن كيف البنات هسه فرحان اكو هذا قسم العطور نسائي ورجالي وهاي الماركات مالتها كيفن وغيرها وان مليون يعني موجود كثير شغلات بس هذا كله عطور هم يقدرون يجربون يعني تاخذون العطر تشتموه اذا اوكي يناسبكم تاخذون هذا قسم الميك اب انا يعني ما راح اقدر افتح علبه واشوفكم يعني بوحدي ماكو حد يصور حتى اشوفكم بس هذا بشكل عام هنا أنا شكو موجود بالشوبرز هذا الشغلات اللي موجودة بعد انتو تدرون انا اصوركم وانتو تشوفون هاي الالوان يعني الرقم مالتها يعني مثلا سي 10 و 9 هاي كلها ارقام No, thank you so much. Okay. Thanks a lot. You're welcome. Is there anything else you need from me? Not at the moment, no. We're good. Oh, the order's here. Oh, this is not my section, so we're going to get it. What's this, you know? I'm going to show you. Pardon? No, I'm going to show you. Huh, I'm going to show you. I'm going to show you. They had some at the front, though. للنظارة للبشرة أهم شيء البشرة لا تتعبون بشرتكم وهاي الألوان اللي موجودة هاي الألوان تقدرون شو تسوون شو ما تنفتح ما أدري هاي خلصانة شايليها الظاهر الناس تخلي ميك اب خلي ميك اب وتطلع هذا كله قسم الميك اب شفتوه انتو السكشن كله خاص بالميك اب شوفوا قلت لكم اوصلكم الى اخر شيء كل شوبرز شكو بي نقول ايه ونجرخط حتى فهمكم شو كل شوبرز حبايب قلبي بي شيء اسمه كندا بوست هذا البريد الكندي تريدون ترسلون داخل كندا او خارج كندا تقدرون تجون الى الشوبرز تشترون منه الظرف الى اكسبريس تاخذون وحسب شنو اللي عندكم ايش قد الحجم ايش قد الوزن كلها يقيسوها ويقول لكم ايش قد الاسعار عندهم اكسبريس وعندهم شيء عادي بريد عادي واكو هنا شغلات حكوميه ترسل شيء حكومي هو for free
ترسل شيء حكومي فور فري. بس شغلات انت تريد ترسلها الى امريكا او غير مكان ف بفلوس حسب المكان وحسب نوع البريد وحجمه ووزنه. فكل شوبرز بي اللي هو كندا بوست. شوف هسه هذا دريد يستلم بريد من كولومبيا جايه. ولهنا أنا أصدقائي خلصت جولتنا بشوبرز. أتمنى وصلت لكم فكرة بسيطة خفيفة عن هذا المكان. لا تنسوني من الدعاء إلي والأهلي. راح أخليكم صندوق الوصف الأنستا والفيسبوك وجروب الفيسبوك عيون كندا. أي شيء تحتاجون سووا لي فولو على الإنستغرام وكتبوا لي على المسج، إن شاء الله راح أجاوبكم بس أشوف المسج. فتحياتي لكم يا أحلى ناس.